فليعلم هؤلاء الغتلاء بأننا ما زلنا غادرون على الخروج إلى الشوارع، غادرون على المواجهة والصدام، ولقد تدبرنا الأمور جميعها وحسبنا كل الطغى في وجه الظلام، ولنا مطالب لن نعود بدونها، وجميعنا يقوى على حمل الحصان. وطني بهذا الشعر هبان الشوارع، والحرب قد بدأت وأولها الكلام. ونموت يا وطني لكي تحيا عزيزا مثل ما الأوطان يا هذا المجيد، ونموت يا وطني لكي تحيا كريما مثل ما الأوطان يا هذا المجيد. تحية المجد والخلود لشهداء الثورة منذ انقلاب الإنغاز المفهوم في 1989 إلى آخر شهيد صغط في مدينة المدني، الشهيد محمد فيصل شهيرية. نحن من مدني ومن هذه الدموع ومن هذه الحشود بكل صراحة بنعلن إسقاط هذا الانقلاب بوجوهكم دبس صمتكم. هذا الانقلاب
ساقط لا محالة بإرادة الشعب السوداني اللي عنده تجارب كبيرة جدا في إسقاط الأنظمة الدكتاتورية وفي إسقاط الأنظمة الشمولية وفي إسقاط كل من تسوي له نفسه إسقاط صوت الحق وإسقاط صوت الشعب السوداني. مدينة دي تاريخيا معروفة بأنها هي أرض البسالات، تاريخيا معروفة بأنها هي أرض البسالات، تاريخيا معروفة بأنها هي السمود، قلعة للسمود وقلعة للمقاومة. والآن والآن في 24 يناير نحن بنثبت الهاجري وبنثبت بأنه مدني ستسقط هذا الانقلاب الغاصب الذي دفع على صدورنا جميعا. رسالتنا لأبناء القوات المسلحة الشرفاء الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب السوداني ولم تتلطخ أياديهم بغم المواكب وغم التظاهرات وغم هذه الجموع السائرة، انه بتحصل ده ما بنفسر القوات المسلحة ولا بنقبل احنا كشعب السوداني. هذه الثورة ستنتصر وستمضي بإرادة الشعب السوداني، وهذا الشعب السوداني هو الذي سينتصر لأن إرادته قوية ولأن إرادته ستمضي فوق كل انقلاب وفوق كل من تسوي نفسي على صدرنا وعلى صدر جميع الشعب السوداني. نحن في مدني يا جماعة، الشهيد اللي سقط محمد فيصل شعيرية ده نحن كلنا على درب شاعرين، والله والله على درب شاعرين، لأننا شعيرية لما طلع ما طلع عشان نفسه ولا طلع عشان أسرته ولا طلع عشان مدني، طلع من أجل نصرة الشعب السوداني ومن أجل الثورة دي تمضي وتنتصر. والشهداء اللي سقطوا منذ أول يوم في الانقلاب ده فيها تضحيات عظيمة قدمت، فيها تضحيات لا تحصى ولا تعد، فيها دماء لحد الآن نحن ما جبنا حقهم، والهتافات اللي قاعدين نقولها دي يا نجيب حقهم يا إما نموت زيهم، دي والله ما هتافات نحن قاعدين نقولها في المواكب، دي هتافات نحن مؤمنين بها إيمان تام وإيمان قاطع، وإنه حتى لو نموت جميعا ولو نفنى جميعا هذه الثورة ستنتصر. والله لو يظل سوداني واحد في هذا الوطن ينعم بالديمقراطية وينعم بالسلام وينعم بالحرية وينعم بالعدالة، والله سنموت جميعا من أجل هذا الوطن. رسالة إلى لجان المقاومة في كل السودان، لجان المقاومة في كل السودان، يجب أن تتوحدوا، يجب أن تلتفوا حول إعلان موحد يلم كل أطياف الشعب السوداني من بور سودان لدارفور للشمالية، وتحية خاصة لطرف الشمالية اللي أثبت حقيقي إن الدولة دي قاعدة تدير المخابرات الأجنبية، المخابرات المصرية، المخابرات الإماراتية هي اللي قاعدة تدير السودان الآن، ونحن طالعين عشان الدولة دي تبقى فيها سلطة للشعب وتبقى فيها رأي الشعب هو اللي يمشي، والسلطة دي تبتدي من الغوايد، يجب أن تبتدي من الغوايد. كفاية في قرارات فوقية لا تمثل إرادة الشعب السوداني ولا تمثل تطلعات الشعب السوداني. هذا الشعب سينتصر، وهذا الشعب بثورته سيمضي، وهذا الوطن سنحرره من هؤلاء الانقلابين. شاكر لكم كثير جدا، شاكر لكل الناس اللي جات من المحليات واللي جات من الولايات، ومدني دي هتبقى للشعب السوداني في ولاية الجزيرة، وهنحرر المدني وهنحاسب الغتلة، ودي أهم حاجة، لأنه إذا ما كان في عدالة حقيقية الدولة دي ما هتمشي لقدام. إذا ما أي زول أجرم في حق الشعب السوداني وأي زول سفك دماء الشعب السوداني يتحاسب، حيجي تاني مغامر من الجيش حيقول لك نعلن حالة الطوارئ وتعطيل الأمر بالدستور وتشكيل حكومة عسكرية. الكلام ده انتهى بالصمود، والجيل الحالي ده نحن قادرين تماما بأنه نصل لدولة حديثة، دولة ديمقراطية، دولة تحترم حقوق الشعب السوداني، دولة مدنية بإرادتكم وبتطلعاتكم وبصمودكم الثوري اللي قاعد يتم الآن في كل الشوارع، وتحية لكل التروس، وتحية للتروس الخاصة الموجودة في مدني. والله أنا جاي من المغورة، والله لما جيت الإستاد نازل لكرائي هناك دي دروس حقيقية، وده لو كان الليلة في درس حقيقي أخذ منه إلا درس الشمالية اللي خط أبراد المصرية كلها تجي السودان،
تحية المجد والخلود لشهداء هذه الثورة. عبد القادر الرجاء التقدم إلى الساول، رجاء التقدم إلى الساول. الطلقة مبتدت الوطن تقول لي مات، الطلقة مبتدت الوطن، الطلقة صاحبه اللي مات. لسه ما سقطت، لسه الحكم عسكر، لسه الحرامية مضرب بسين أكتر. عايزين وطننا الكان سلت غذاء الناس، عايزين جنيهنا الكان ده بيساوي دولارين. دي حكم تجوع على ما الموضوع، باعوا المشروع ناس تحت الكوع. دي حكم العسكر السرق السكر المبت الشكر زي نمل السكر. دي حكومة كوش الدخل الحوش. دي حكومة الأمني المبتل زمني. الطلقة ما بتقتل الطلقة صاحبة في اللي مات. يا ساير فجر بركانك العسكر قتل أخوانك. المجد الخلود لشهدائنا الأبرار على امتداد تاريخ الدولة السودانية، على امتداد النظام من 56 لتاريخ اللحظة. يا شباب يا سوار سائرات ولاية الجزيرة، عبركم دارين نرسل رسائل محددة. الرسالة الأولى: مدير عام قوات الشرطة ولاية الجزيرة، مدير شرطة محلية ومدني، مدير شرطة القسم الأوسط، أصرفت التعليمات والذخيرة للعساكر في التفارات وخصوا فكوا الذخيرة وقتلوا محمد فيصل. الرسالة بنقول لكم واضحة من هنا وبيناتنا الليلة، حس الناس بنقول لكم الكلام ده وعارفينكم متابعين وشايفين. حس لو ما سلمية، لو ما سلمية الثورة كان بنقول لها كل سائر عين يمينك وشمالك طلع بتاع المباحث والأمنج والجدو، لكن بنقول سلمية سلمية. عشان كده بنقول لكم إن الكلام الدارين نقوله، الكلام الدارين نقوله، قاعدين نبثه في صفحاتنا بث مباشر. ما تتعب ما تتعبوا نفسك وتمشوا معانا في المواكب، لأنكم ما بتشبهوا المواكب. ده طريق النضال وانتم ما بتقدروا عليه. ونار النضال، نار النضال ما بتنحمل، نار النضال بتميع العود الطري. الرسالة لقوات الشرطة محلية مدني الكبرى، عندكم ثلاثة دفارات مرقت لكبت السوار السلميين في موكب 17، في كل دفار مسلحين بكلاش، في كل دفار مصروف الكلاش ده باسم العسكري المحدد، الذخيرة اللي انصرفت للعسكري المحدد. كده عرفتوا القاتل يا شرطة ولاية الجزيرة ولا نضيق لكم لسه؟ لأن العسكري اتطلب من الدفار وارتكز وفك الطلقة جلس بيها الشهيد محمد فيصل. الكلام ده مصور فيديو ونحن محصورين. ولعلمكم يا قوات يا شرطية، يا قاعدين تمثلوا القانون، يا قاعدين تتكلموا بتشوفونا نحن مخالفين للقانون، انتوا ناس القانون. عندكم ثلاثة دار كلاش موزعين في ثلاثة دفارات، جيبوا الثلاثة ديل وفي التحري نشوف ميو من ديل اللي قتل الشهيد محمد فيصل. الكلام واضح يا مدير عام الشرطة ولاية الجزيرة؟ عشان ما تقول لي يا والي ولاية الجزيرة اللي اعتزلتها، عشان ما تقول لي لجنة تغصي حقايق، هنحن لجنة تغصي الحقايق. دي الحقيقة. شوف اللي اتسلح في اليوم ده بكلاش منو، وشوف الفك الذخيرة منو. ومن هنا الرسالة لكل عسكري ولكل ضابط نظام التزمين، والله بالسلمية بتاعتنا انتوا اولادنا، اولاد حينا، اولاد فريقنا، اخواننا. بنعرفكم مدني، مدني محصورة، لكن احنا اخترنا طريقة بنأسس بها لدولة المؤسسات والقانون. عشان كده حلستك السكة بتاعت النضال. دي رسالة مهمة عبركم لقوات شرطة مدينة محلية
مدني ولمدير عام قوات الشرطة. التحية الرسالة الأهم للمجلس الإنقلابي بقيادة البرهان. هنا إرادة الشعب السوداني إنك ما تحكم البلد دي ومفتحكم. وصلنا 940 شهيد، وصلنا لحد تاريخ اللحظة 940، والله بنوصلها زي ما وصلت دانفور براها، براها 2 مليون شهيد. هنا برضو بنوصلها للداخل المدني والخرطوم 2 مليون مفتحكم. عشان كده سلم الدولة دي لإرادة الشعب السوداني، سلم الدولة لإرادة الشعب السوداني. رسالة مهمة جدا لأي عسكري لابس كاكي السؤال القاعد بيرتكز وتفت ليه والتلقى قاعد ينادي بمشروع خلاص وطني لبلد تنعم فيها انت بحق المواطنة وبحقوق كاملة، بيطلع عشان ما ينادي بدولة يتلقى فيها ولد التعليم سليم ويتلقى فيها صحة سليمة. ديل الشباب الماركلين في الشوارع بيحلموا بوطن تعيش فيه وانت ويعيش فيه والاجيال التانيين. ما تقتل الحلم بالرصاصة، لكن الفقد حار، الفقد حار. وحتمشي وين؟ من الله لو ما تحاسبت في الدنيا دي وقاتل الروح مفروح. في متحدث حي بعد يتناول معاكم مجمل من القضايا، لكن زي ما قالت ام الشهيد، يا شباب يا شباب احنا متمسكين بالسلمية، ده السلاح بتاعنا. الهزمنا بيه نظام الانغاز، وحنهزم بيه نظام برهان، وحنهزم بيه العسكر والقتلة والمأجورين داخل الدولة السودانية. سلمية ضد الحرامية، سلمية ضد الحرامية، سلمية ضد القتلة وكل المجرمين. سلمية ده السلاح اللي بيهزمهم، والطلقة بتطل. يا أهالي الرسالة لجميع السكان، لجميع مواطنين ومواطنات مدينة مدني ولاية الجزيرة، لكل مواطنين الشعب السوداني، لكل زول لحد الليلة ما طلع الشارع راجي شنو؟ راجي شنو؟ لا سوار مدينة مدني من هنا من هنا إلى حين سقوط المجلس الإنقلابي. عندك شغلة ما عندك شغلة، أمرك ترس الشارع وما تحارس الدرس. مدني مقفل بأمر السوار، ترس وهو عايق يمشي معك بالحنك يقول لك بتعطل معايش الناس. أصلا ما بتعطل معايش الناس، احنا زادنا القاعدين واحنا المواطنين غيرنا منو، واحنا قاعدين نمشي نمرق وناكل غيرنا منو. درس درس وما تعرف درسك، فهمش منه، خليه في كل تاني نرجع. والفورة مليون، الفورة مليون في المدارس، كلنا ندرس ليل نهار. لو غلبك النوم بالليل اطلع درس في الشارع، لو دايرين تلعبوا دافوري امشوا درسوا في الشارع، لو دايرين في اي وقت تلعبوا الهدوء ابن لكم درس في الشارع والعبوا الهدوء. أن نشوف العساكر بيقدروا يفضوا الدروس هنا كيف، وعشان ما يرسلوا لنا زي ما رسلوا لنا ناس الشرطة وقالوا دايرين نقعد معاكم. أن إحنا قاتلنا ما بنقعد معاه، دايرين تسمعوا رأينا. القاتل قاعد في نصكم ملابس كاكي عمليات، ونزل من دفار من واحد من الثلاثة دفارات الخشة المدنيين، ومسلح بسلاح من واحد من الثلاثة كلاشات الكرام. قلنا بشوية شوف الرجع زخير تناقص منه وجيبوا هو أول حاجة الثلاثة. ده ما عندنا معك كلام تاني غير كده، يتلاقى احنا في دار الغضاء هناك جوا المحكمة، جوا المحكمة. يا شباب يا رفاق الشهيد محمد فيصل، يا حسين شدوا الحيل، شدوا الحيل وما نصهر للعساكر المنقذين، شدوا الحيل وخليكم قويين زي ما قام محمد فيصل قوي، زي ما قام محمد فيصل في بري، وزي ما قام محمد فيصل مع والدته في القصر يوم 19 ديسمبر. شدوا الحيل وخليكم قويين، والمشوار طويل والسكة سكة عساكر. عارفين ان احنا السكة عساكر، وغررنا بكامل وعينا ان احنا ماشيين في السكة دي، وحنصل لنهاية المشوار بتحقيق دولة مدنية كاملة، وحنرجع فيها العساكر لسكناتهم عشان ما يقوموا بالدور الطليعي المفترض يقوموا به هناك في حماية حدود الدولة السودانية، وحماية الدم السوداني، وحماية العرض السوداني. شكرا ودامت نضالاتكم. سوار أحرار هنكمل المشوار، سوار أحرار هنكمل المشوار. سيدي الحجاج كلابك من روتانا ليه أمواج كاورت البلد بحالة ما خلت فضل في حاجة ليه محتاج، ولا لقت اللي يقول لها الجرد. في ناس ريانة ما لفحت هدي في زيفة، في ناس غلبانة بس دغرية ما بتعرف تخط طاقية في طاقية، والدين الحنيف في شرعها الحرية ستها في الحرج إحراج، وستها في الدجل دجال
اول شفناه وما سمعناه في قول زول قال بنات دقوها دق العيش ولاد من دقوا فيه شبال بقت في غصة الايام غيم غنيت يا قتال غيم شناها عمة وتاج رقيس الشامة بيت حمدين وخدت الحنة ليات من حضور ضفرين ونمات العديل حاج وطوف فوق الجسس طاووس وشعبك لا اكل لعلاج وحاج في شنو معك كل البلد هاسك وفارن احلى الجباية وشاج فيا فالك نواة الاسرة والمعراج ويا خالق خلايا الحية امشاج امتلت امشاج تحنتنا طاحونة الفقر